سلام المسيح لكل اللي موجودين معانا، وسلام المسيح لكل اللي بيشاركنا. في البداية بس احنا النهاردة يمكن عنوان الحلقة شوية بيكون غريب، او عنوان الحلقة بيكون يعني صادم شوية. طبعا الحلقة اسمها مفاجأة بالاوراق الرسمية، نعلن عن هويتنا. والعابر عم أثناسيوس احمد سابقا يوجه رسالة للمسلمين والمسيحيين. يعني الحلقة النهاردة هتكون قايمة على حاجتين، الجزء الأولاني فيها أو مقدمة الحلقة هنكون بنتكلم وبنعرض هويتنا الحقيقية. يعني في كلام كتير جه عننا إحنا، يعني في ناس قالوا إن أساف دوت الكنيسة حطاه علشان يمثل دور العابر لكن هو مسيحي الأصل. في ناس قالوا إن بوسي ديت وشها أو سحنتها سحنة مسيحية. بوسي سامي مايكل. فقالوا ان هي بوسي سامي مايكل، واحنا دلوقتي يعني دول اصلا مسيحيين الاصل، فالمشكله كلها معاهم ان لا دول يعني ناس كذابين وناس مش مظبوطين لكن هم مسيحيين الاصل، والكنيسه بتحط الناس دي علشان بس يعني ايه لغسل ماء الوجه زي ما بيقولوا، او للاحتفاظ بماء الوجه زي ما هم بيقولوا. فخلينا الاول بس قبل اي حاجه نيجي نعرض كده فيديو صغير نشوف، يعني هنعرض فيديو صغير مع الناس اللي موجودين معانا ونشوف الفيديو ده ايه المحتوى اللي فيه. انا طبعا نفسي بس ينتشر للكل، لكن خلينا نشوف ايه اللي موجود في الفيديو ده. بعد ما شفنا الفيديو اعتقد ما فيش اي حجة بعد كده ان احنا نقعد نتكلم فيها، والكنيسة حطلنا اساف علشان اساف دوت اصلا مسيحي لكن بيمثل دور العابر، او بوسي اصلا مسيحية لكن عمرها ما كانت مسلمة. فطبعا النهاردة بالاوراق الرسمية بنوجه لكم التحية والشكر، وبنقول لكم ان الحمد لله الاسلام بخير، واحنا اهو بنخرج منه يعني افواجا، فالحمد لله على نعمة المسيحية. حابين ان احنا نرحب النهاردة بضيف غالي عليا وعلى الكنيسة وعلى المسلمين كمان جميعا وعلى مشاهدين القناة، وهو عم أثناسيوس. اهلا بيك يا عم أثناسيوس، وجه كده التحية لضيوفك الكرام. عم أثناسيوس موجود معانا؟ المايك عنده ميوت. المايك لا، المايك مفتوح عند عم أثناسيوس. عم أثناسيوس اهلا بيك يا عم أثناسيوس. معاك عم أثناسيوس حبيبي شخص عايز يخرج الجميع بوجهه، لكن بصراحه يعني احنا في بلد نوعا ما مش بنتكلم من الناحيه الامنيه او حاجه، لكن من الناحيه الاجتماعيه حفاظا عليه، لان اللي يهمنا اكتر من اي حاجة نفس الشخص ان هو ما يكونش مرزون في المجتمع بتاعه، او ما يكونش حد يحاول ان هو يأذيه ولو حتى بكلمة. عشان كده يعني كنا مقررين او خدنا قرار ان عم أثناسيوس ما يظهرش بوجهه. اهلا وسهلا بكل الناس اللي موجودين معانا، اهلا بيك عبد الله سليم واختنا جمانة، واهلا بيك يا عم أثناسيوس. حبيبي يا استاذ اسف، حبيبي. ممكن حضرتك تصلي ربنا يبارك ولا اوجه كده اوجه كده التحيه لجمهورك والناس اللي بتسمعك. ايه
يا عم انا اسف، انا عارف ان النت عندك صعب، بس احنا بنصلي ان النت يبقى كويس امين علشان النهارده بخير. جمهورك والناس اللي بتسمعك تستمتع بيك. وجه كلمه يا عم اثناسيوس في البدايه خالص للناس اللي بتسمعك، الناس اللي بتتكلم، اللي جايه النهارده تسمعك. في ناس موجودين معانا على البث وناس بتسمعك، وجه لهم كلمه، وجه لهم تحيه في البدايه. حاضر يا بيه، أبدأ يا بندم؟ طيب، ابدأ. سلام المسيح اتفضل. للجميع، سلام المسيح يعني للجميع، المسيح سلام. من يستحق سلام؟ بابا، والشبكة تقريبا عندك مش حلوة، يعني حاول أنت تحط سامعني الموبايل السؤال؟ في شبكة، يعني في أقرب مكان فيه شبكة. يعني السؤال، يعني انت سامع صوت بيقطع؟ دلوقتي كده سامعاني. هو يعني من دلوقتي شوية كويس. قطع. دلوقتي كويس، خليك بقى ثابت على المكان ده. بسم الاب اصلي لك يا رب ان تعضدني ويتكلم الروح القدس على لساني، امين. امين. واجعل هذه الحلقه سبب بركه لنفوس كثيره لتخلص من الهلاك. امين. لا يظن الصوره راحت خالص. ابدا ولا ايه؟ عشان الصوره رجعت. ابدا، سامعني؟ اتفضل اتفضل. اتفضل سامعين. في ثلاث اسئله، في ثلاث اسئله في البدايه بسيط جدا، يعني مش مهم الاجابه عليها دلوقتي، كل واحد هيسمعها يخليها في سره ويجاوب عليها بين نفسه. هل من امه كافره؟ هل من خلق الأعين كمن حرق الأعين؟ صفية. عم أثناسيوس الصوت عندك بعافية حبتين، يعني لو سمعت تقدر الثلاث أسئلة إنك، ولا لأ؟ لا يعني الثلاث أسئلة الأسئلة ما ما ظهرتش، سمعناهاش. السؤال الثاني بس هو اللي كان واضح، اللي هو لا هل من خلق أعيدهم الأعين؟ تاني. يا ريت. لا 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 لا، ثواني ثواني، انا اعيدهم تاني وتالت ورابع واختم بيهم الحلقه. بس هم حاول ثلاث تكون في اسئله مكان كل انسان عاقل يعقلهم ويفكر فيهم. الصوت. انا حاضر 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 حاضر. بسم يسوع. هل من امه قديسة طاهرة كمان أم؟ أبدأ يا أستاذ أسف. اتفضل. أنت مش سامعني كده؟ أنا دلوقتي سامعك. معايا الناس؟ يعني الصوت سامع عندك فيه أنت المشكلة، شوية. مش عندي أنا. الصوت مش يعني الصوت مش ثابت مساعد خالص يا أوي، بابا. لو طيب. تكون قريبة من أنا الشبكة يكون أو واضح. ممكن يقفل الصورة كمان لو ده طيب. ممكن تقفل الصورة عشان بتاخد ال، يعني اقفل الكاميرا عشان بتاخد شوية من النت، تسحب شوية من النت، فعشان الصوت يبقى واضح فممكن تقفل الكاميرا. تمام. أنا قفل. أنت سامعني كويس كده؟ كده أيوه كده سامع. أحسن. طيب أمين، أنتوا سامعيني كويس؟ كده أيوه كويس، اتفضل. اتفضل يعني. طيب نبدأ باسم يسوع. هم ثلاث أسئلة بسيطة جدا لأي واحد. في صدى صوت عندك، صدى صوت عندك جامد جدا. أنا بسمع صوتي، صدى طيب صوت عندك جامد. ظبط من عندك بعد إذنك. خلاص أبدأ. حاضر. هو ثلاث أسئلة بسيطة جدا جدا لأي حد عنده عقل وعايز يستوعب هو عايش إزاي. هل من أمه قديسة طاهرة كمن أمه كافرة؟ هل من خلق الأعين كمن حرق الأعين؟ هل من عقر غفر لبغية كمن نكح صفية؟ ثلاث أسئلة بسيطة جدا، ونبدأ على بركة يسوع رب المجد. نبدأ صغيرة جدا عني، أنا مواليد. أبدأ ولا ما أبدأش يا أستاذ أسامة؟ اتفضل. ايوه اتفضل اتفضل، خد النهارده، يعني ده يومك النهارده. انت النهارده جاي بتتكلم الثلاث اسئله،
هل من أمه قديسة طاهرة كمن أمه كافرة؟ السؤال الثاني، هل من خلق معايا وعارف من الأعين كمن خلق الأعين؟ السؤال الثالث، هل من صفية كمن يعني عفى عن المرأة التي أمسية؟ ده اللي أصغر يا أستاذ. السؤال الثالث ممكن اتفضل. المشكلة عندك انت، خلي بالك المشكلة عندك كده بتروح وتيجي. انا كده قفلت الصورة، بس الصوت مش هسكته، الصوت هفضل اقوله لغاية ما اموت. يسوع هو مسيح الحي، هو رب المجد، هو المتجسد. اسمعوا ثلاث اسئلة يلا عايزين تفهموا، لو مش عايزين تفهموا انتوا حرين. اول سؤال، هل من امه قديسة طاهرة كمن امه كافرة؟ ده الاولاني. الثاني، هل من خلق الاعين كمن حرق الأعين؟ الثالث، هل من غفر لبغية كمن نكح صفية؟ ومش عايزين إجابة عليها، عايزين تحطوا كومنتات، حطوا، مش عايزين براحتكم. أبدأ أعرفكم أنا مين. أنا راجل مواليد سنة 63، في حقبة الستينيات. أنا مولود في شارع شبرا جنب سانت ريزا اللي جنب اسم الساحل. ما كناش نعرف مين فينا مسلم ومين فينا مسيحي، ولا كان في طائفية. كنا بنروح المدارس ابتدائي كده في سنة أولى، عشان أنا كنت كبير في سنة رابعة، ومعايا أخ اسمه عماد وأخت اسمها وفاء، كنت بسحبه معايا. والتالت، وقبل ما نعدي اسم الساحل كنا بندخل سانت ريزا نولع شمعتين عشان ننجح. ما كناش فاهمين يعني ايه مين سانت تريزا ديت، مين الصليب، دول كفار، ما كانش فيه الكلام ده نهائي. اللي انا عايز اقوله ان كل اللي بنسمعه على وسائل التواصل الاجتماعي هو مجرد غثاء. واللي مش فاهم معنى كلمه غثاء انا اقوله لكم. الغثاء اللي هو الريم اللي بيبقى على وش الميه في البحر اللي بيروح عباء المنصوره. طبعا الصوره قطعت من عندك وانا عمال بتكلم، ما فيش مشاكل عندي، انا هواصل الحديث. يا جماعة الخير افهموا، الناس اللي على وسائل التواصل الاجتماعي ديت انا ما قلتهاش قبل كده حتى في اي اختبار لاي حد ولا في المعمودية بتاعتي، وبنتي اللي قاعدة ديت تشهد بالكلام ده، ان اتخذ من ايد الميكروفون وما كملتش. المطبخ الدعوي الوهابي اللي اتعمل في السبعينيات، لو تفتكروا اظنكم صغيرين، واحد اسمه شكري مصطفى كان الجماعة دول كانوا بيقفوا على النواصب اللي حاطط سنس. عم اثناسيوس، هو حاليا التقطيع رجع بس ضعيف، فلو تقدر بس تقول حته بحته فيها شبكه علشان الناس برضو تسمعك، لان الكلام اللي بتقوله مهم. مهم. انت أيوه. بتتكلم عن المطبخ الوهابي. الوهابيه هي حركه سنيه شديده وحركه جهاديه، فاحنا محتاجين كل كلمه، مش محتاجين ليه؟ اي كلمه تقع في النص. لو سمحت حاول تكون بقدر الامكان في حته فيها شبكه عشان الصوت يوصل لنا كلنا. صدقني الشبكه عندي على 1 2 3 4 أربع شهرات، صدقني، أنت اللي بتقع عندك الصورة وبكمل وما فيش فايدة، هتكلم لغاية ما أموت. أنا عايز أقول لكم على حاجة مهمة جدا جدا، أنتوا ما يمكن ما خدتوش بالكم منها أو ما حضرتوش. كان في واحد اللي هم بيقولوها. ضعيف. يعرب انه يعرب لا اله الا الله. مفعول به ولا فاعل؟ ما علينا، مش هي دي النقطة اللي انا عايز اتكلم فيها. انا عايز اتكلم بيها الجماعة اللي انا مش هقول اسامي، لان انا شفت كتير وسمعت كتير قوي قوي بالجماعة اللي هم الدعويين. هم دول يا جماعة، هو حلو ان احنا ما نقولش بيبقى كتير علشان بس الناس ديت، عشان الناس دي
يعني احنا مش مهتمين بالشخص قد ما احنا مهتمين بالفكره نفسها. لا سمعت اللي بيحصل في الكواليس يعني. يا استاذ اسف ما بقولش اسامي الدعوة. قطع من عندك الناس دي ورجع دلوقتي اهو كمل. طب اشمعنى النهارده الدنيا مغفلجه معايا يعني. مش عايز يسيبني لان في ملابس سودا عايز عندكم قطعت رجعت. عم اثناسيوس، يا عم اثناسيوس سامعني؟ يا عم اثناسيوس الصوت عندك راح خالص. هو ممكن يطلع بره البيت طالما كده كده مش طالع بالصوره. طالما كده كده مش طالع بالصوره ممكن تقف بره بقى يعني. طالما كده كده يعني الصوره يعني هحاول يعني كده لو كده هخليه يكلم فوق. الصوت عندك مش واضح يا عم اثناسيوس، ممكن تطلع بره يعني تطلع بره البيت خالص تتكلم بحيث ان الشبكه تكون كويسه. طالما كده كده يعني احنا قافلين الكاميرا يعني، فممكن تطلع بره البيت تتكلم علشان انا عارف ان البيت عندك ما فيهوش شبكه او الشبكه ضعيفه فيه. مريم عم اثناسيوس انا بحاول اكلمك، انا مش عارف انت سامعني ولا لا. ازيك يا شادي عامل ايه؟ سلام المسيح للأحبة الموجودين. عم اثناسيوس لو انت سامعني بنتي يعني حاول انك تطلع بره البيت تتكلم من بره، او ممكن انا اعمل معاك اتصال تليفوني. اتفضل يا فندم. يعني بقول لك اطلع بره البيت اتكلم من بره لان الصوت مفيش خالص يعني الصوت بيقطع فترات طويله. طالما كده كده مفيش صوره يعني، طالما كده كده احنا قافلين الكام فممكن تتكلم من بره عادي. لو الدنيا صعبه في النت انا ممكن اتصل بحضرتك تليفونيا يعني تتكلم من خلال التليفون. دخلت ورا الشارع قول لي انت كده كده انت بره؟ انت سامعني كده وشايفني؟ انا شايفك انت كده انا سامعك. انا يعني مش عايزين نشوف يعني انا كده نوعا ما سامعني كده؟ يعني الصوت عندك بيقطع شويه والكلام اللي انت بتقوله مهم فمش هينفع ان احنا نكون دلوقتي عندك الصوت كويس ولا الدنيا صعبه معاك؟ ايوه يا بوسي انا شايفك يا بابا. ها وشايفك يا سيف صوتك انا مش سامعك. ممكن اتصل بيك تليفونيا؟ اتصل بيك على التليفون مازنجر بس اللي هيجي الواتساب الواتساب ما بيجيش. ممكن اتصل بيك على التليفون عادي. يعني اتصل بيك على التليفون عشان الناس تسمع الكلام اللي بتقوله. طب شوف التليفون ممكن يجمع معايا هنا ممكن. اوكي طيب اوكي ابصر طيب. منين انا ابصر منين انا ابصر من هنا اوكي وانا اتصل طيب بالتليفونية. ماشي يا فندم اتفضل.
طيب سلام المسيح للجميع. طبعا شايفين المحاربات اللي احنا بنتحاربها، احنا للاسف ما عندناش دعم كافي بيجي لنا من الامارات او بيجي لنا من السعوديه علشان نجيب له يعني دعم انترنت. فان شاء الله كده هحاول اكلم الاخوه اللي بيجي لهم دعم من السعوديه او دعم من الامارات عشان يكونوا يعني بيدعموا عم اثناسيوس. يمكن يعني ايه، طبعا انتوا فاهمين مين اللي بيجي لهم الدعم من السعوديه والدعم من الامارات. طيب احنا هنكمل، لكن بنتصل حاليا بعم اثناسيوس. اتصلي فون، فهكون انا اللي معاكم على الصوره. يعني عم اثناسيوس اللي بيعمل حاجه فاكر كل الناس بتعملها، الشرير فاكر كل الناس. يعني بالظبط كده. يعني في ناس اخت نبيله بيفتكروا ان احنا يعني ايه، ان احنا يعني زيهم رايحين ندور على دعم او حاجه. احنا بنظهر الحق في بدايه الفيديو، احنا شغلنا او في بدايه التسجيل النهارده او في بدايه البث احنا شغلنا فيديو مهم جدا عن حاجه مهمه جدا، عشان ما فيش حد بعد كده يدخل ويجي يقول لنا انتوا مش عابرين. لا، ده احنا عابرين يعني بالقوه. فالعابرون يتحدثون عن انفسهم، العابرون هم اللي بيتكلموا. تعالوا نشوفوا للمره الثانيه قبل ما نرجع تاني مع عم اثناسيوس او عم احمد. كل شيء انكشف وبان. يعني ايه كل شيء انكشف وبان؟ يعني ادي عم احمد موجود معانا، عم اثناسيوس، وفي نفس الوقت هنسمع منه هو. صوت اتكلم كده يا عم اثناسيوس. سيدي انا سامع كويس جدا، وخرجت بره في الشارع وقاعد على الرصيف، واللي انت عايزه متشقد ولا ايه؟ يعني الصوت كويس يا احبه بالنسبه لكم، الصوت بالنسبه للناس اللي بتسمعنا، الصوت عم اثناسيوس كويس؟ الصوت مسموع؟ خليهم يبلغونا. الصوت مسموع يا اخت جمانه واخت نبيله، اخ شادي، هل صوت عم اثناسيوس مسموع؟ اتكلم كده وانت معايا يا عم اثناسيوس. كويس، انا معاك. انا طيب معك. اتفضل يا عم اثناسيوس، المايك معاك وقول اللي انت عايزه. طيب نبدا باسم يسوع المسيح رب المجد الى كل المجد. عايز بس اوصل لغايه اللي انا ما انتهيت ليه. كلمه غساء، انا قلت ليه عليهم كلمه غساء؟ لان هم لو اللي هم المسيحيين اللي هم يعتبر ما فيش شعيه تربويه في البيت، في الكنيسه مش هتبقى كل دول. الكنيسه دول عباده بتحل مشاكل وي، لكن في اهم حاجه في البيت. انا عايز اعرف الجماعه اللي هم عرفوا الدكتوره سالي نشيم والدكتوره مريم على الاسلام، ما دخلوش من عمق الاسلامي والله، عرفوهم مين هي المراه في الاسلام. هي كالكلب الاسود سوري، يعني انا فقدت العقيده، انا ما بقولش حاجه، ما انا عندي مش بقلب بالظبط. يعني على فكره برضو عشان نوضح للناس اللي بتسمعنا يا عم اثناسيوس، ان في حديث صحيح بيقول ان ما يقطع الصلاه الكلب الاسود والحمار والمراه، وفي بعض الروايات بيقول ان كلاهما مركوب. يعني ده بيتكلم عن المراه، فعم احمد بيوصل الحديث. يعني انا هحاول اعرض الحديث على الشاشه معايا. والحديث كان في حديث تاني صحيح في الطبري وفي البخاري وفي ابن كثير وفي حالات كثيره قوي في المراجعه بتاعتهم، ان من يحيض مين هم اللي بيشيلوا؟ اول ما بدا بالمراه،
وجاب بقيه الحيوانات حسب المرض ضمن الحيوانات. هل تقبل اي انثى مسيحيه انها تكون كده؟ انت عارف الانثى المسيحيه اللي انتوا بتقولوا عليه مختطفات، هم مش مختطفات يا فندم. يا فندم صدقني انا كنت في المطبخ الدعوي، دخلت الاعتيال 10 سنين مع الجامعات الاسلاميه، وجوه في المعتقل بيبان معدن كل انسان اذا كانوا متدين او مش متدين، ومين اللي كان في الجماعه على دين حقيقي، ومين هو اللي كان داخل من اجل الدولار اللي بيجي من الجماعات الوهابيه. هنقول ليه الجماعات الوهابيه طلعت تقول للناس هم الناس دي ما فلوس كتير او ما فلوس كتير؟ طب ليه؟ انا اقول لحضرتك في حجر مربع كده بيسمينه كعبه بيلفوا حواليه، ناس بتديهم جميع بيت الدنيا، بيدر عليهم 7 مليار سنويا. 7 مليار لو طلع 1 مليار بس للحوالي 300 جمعيه خيريه للاخوان غير الجمعيات الثانيه. هتبقى كتير قوي. انا مش عايز اخد الخطر في جزء شيعي برضه، ده مصيبه سودا لوحده. يعني انتم ممكن تكونوا مش عارفين حاجه، لان انا يعني تلتين عمري سني والتلت الثاني شيعي، وكنت واصل لمكانه يعني كنت هروح في شهر 4 خلصت خلاص. كان الراجل انا بتكلم من الامانه العلميه، هو الشيخ بتاعي، الشيخ بتاع الراجل حفظني كتير قوي 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 قوي، كان بيدرسني لمده 4 سنين. وكنت اخر مره بعت لي على الويسترن يونيون 500 دولار عشان اجهز مزموري واطلع يبقى لي ماكينات. ثانيه واحده كده يا عم احمد، ده شيخ من الوهابيه باعت لك 500 دولار؟ لا 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 لا، ده الشيعه الشيعه المطبخ الشيعي. انا المطبخ الدعوي، انا عايز اوضح لك المطبخ الدعوي اللي هنا، المطبخ الدعوي هنا بيستقصد الناس المتكلمين، وهم عباره عن تجار وما هياش مجموعه واحده. اعتبر الاخوان المسلمين في دلوقتي خلايا نيمة، انا ساكن في شيء طبعا في خلايا نيمة بتاعت الجماعات اللي هي الاسلاميه. الجماعات الاسلاميه بيعرفوا ازاي ليهم منظومه، انت هتاخد قدك 1000 دولار هتعمل ايه وهتكذب فيه سياسه للشيعه ليه يا فندم؟ هم لما بيجوا يستقطبوا المسيحيين ما بيستقطبوش الا ضعاف النفوس، هم مش مقتطفين ولا حاجه، هم ناس عايزين يعيشوا عيشه غير عيشه لهم، هم ناس طيبين جدا ما فيش تربيه دينيه، هم يعتبروا ولا شيء كان بالعابرين، السوري في التعبير يعني، ولا اللي انا عايز اوضحه كل ده عند رب المجد غساء، واللي ينكر المسيح مسيح راح ينكره قدام الاب. اللي انا عايز اعرفه لك واللي اكد لك عليه ان بعض المسيحيين على الكلام ده، انا خلي بالك انا ما بقولش حاجه بمزاج، ده الاف الالاف عارفين الكلام اللي انا هقوله ده. الجماعات الاسلاميه الحاليه اللي موجوده او اللي هي الدعويه اللي موجوده على الفيسبوك بتمولهم امراه، ونسوا الحديث لا يفلح قوم ولو امرهم امراه. مين اللي عرفني الكلام ده؟ هو يا فندم. طيب يعني هل في معلومات، يعني في معلومات في وثائق بالكلام ده يا عم احمد، ولا الكلام كان عباره عن كلام يعني في يعني ما بين الجماعه؟ لا يا فندم، الكلام ده كان علني على وسائل التواصل الاجتماعي، وكانت صريحه بجلاجل ومنها حاضر فاروق ناس، واحد من ضمن الشيوخ انا اقول اسمه لا وما يستحقش كمان يعني ان انا اقول اسمه، انه ضعيف جنسيا وان مراته هي اللي بتمشيه وان ده غير اللابتوب عشان ضحك عليها وخد الست اللي بتمولهم ديت، ست موجوده في جمهوريه مصر العربيه وبتستقبل ملايين الدولارات سنويا. بالمقابل عايزين محصله، المحصله مين؟ ضعاف النفوس من الاسره المسيحيه اللي لو اتهدمت هي مش هتنقص من مجد ربنا ابدا ابدا ابدا. يعني دول يعتبروا من ضمن الحركات اللي بتقوم بالاسلمه حاليا، اللي هي الاجراءات الاسلمه يعني. ايوه والمستعار دوت ده راجل يعني في مستندات تخرب الدنيا على دماغه، لكن هو رايح هو كالغزاء صدقني. أيوة. رايح انا كل اللي يهمني مش الدعويين دول، الدعويين دول اساسا فارغين من جوه، الدعويين اللي انت بتتكلم عليهم دول لما بتشوفهم في المناظرات والحوارات ما بيعرفوش يجاوبوا كده واحده مقنعه، حتى المسلمين نفسهم وهم على البث بيقولوا انزل انت ما عرفتش ترد عليه. ايوه احنا وضحنا الحاجات دي كتير، ان هم اللي بيعملوه ان هم بيجيبوا فيديو ويردوا عليه، وحتى لما حد بيجي يديلهم الاجابه لا ما بيسمعوهاش بيكملوا.
يعني هم مش عايزين يسمعوا الاجابات، ليهم هدف معين داخلين عشانه. وحتى سواء يعني الاستاذه مريم غبور او باسل سليمان او يعني الناس اللي هم اللي اسلموا، اللي بيسموا نفسهم المهتدين، يعني انا اعتقادي الشخصي ان هم ضعفاء جدا في الاسلام، يعني حتى ما يعرفوش حاجه في الاسلام. اتفضل. انت بما انك ذكرت الاسم ده انا اقول، انا ما بحبش اذكر ثاني مريم غبور، اللي اكد لك صحه كلامي قصاد كلامي والناس اللي على البث دول مش جايه ناس مثقفين جدا، طالما دخلوا عندك يبقى ناس محترمين. مريم غبور دي كانت الصبح في الكنيسه وبعد الظهر لما وقفت الدعوه. ده كلام احنا سمعناه، يعني انا سمعت كتير جدا، بس بقول يعني ايه، انا اللي يهمني هي ليه امنت، ليه عمل، يعني انا ده اللي يهمني، انما حياتها الشخصيه ان دي حاجه ترجع لها. يا فندم يا فندم اتفضل. في واحد ذكرك بالاسم على فيديو اسمه الاستاذ مجدي تدرس، متابعه، هو صديق معايا على الفيسبوك وانا بحترمه لانه هو بيمجد اسم الرب، وانا بحب جدا مجدي تدرس، يعني مجدي شخصيه. انا حتى جيت اعترفت الفيديو ان مجدي تدرس في سنه 2011 كان ليه جميل كبير جدا عليا. يعني استاذ مجدي تدرس هو بيحبك وبيخاف عليك، لما بكى على البنت اللي هي الصغيره اللي اعتنقت المسيحيه وحذفوها من الدور السابع ولا معرض التاسع في عيد الميلاد، ولما نزلت الفكر الحر، انا الراجل ده الشعلات فيه انه ما بيردش عليا، رمضان كان ببعت له حاجات كتير ما بيردوش، مش مشكله، بس الراجل ده طالما بيمجد اسمه الرب ده على دماغ المسكوت. اللي انا عايز اقوله لحضرتك بقى ان الفلوس هي العنصر الاساسي في كل الاحتيالات اللي بيعملوها. حضرتك انت مش واخد بالك من حاجه، في الاف الجنيهات بتوصل لايد كل واحد، اي طريقه يستخدموها هي مشروعه، لان عندهم الكذب ولا معلن من واحد اسمه طالب علم بكل جراءه. ايوه احنا مشرع عندنا الكذب. انا معلش مع احترامي للاخوه الموجودين اذا كان فيهم مسلمين او مسلمين يستحملون الكلام اللي انا هقوله اللي جاي دوت. بس عايز برضو ااكد على كلامك في حاجه يا عم اثناسيوس، يعني في فيديو انا هعرضه طبعا حضرتك هتشوفه بعد كده لما تيجي تتابع البث او تعيد البث، بس في فيديو انا هعرضه للناس دلوقتي علشان يشوفوا اللي بيحصل في الكواليس، ان في ناس كتير جدا بيسالوا يعني ليه ما تجيش تتفق مع مريم غبور ان انكم تعملوا مناظره. احنا اللي اسس البرايفت او الشات اللي قدامكم دوت على الماسنجر كان هو محمد مجيد. محمد مجيد هو صديق ليا، هو مسلم وانا عابد، جه يعني حاول ان هو يعني اللي حاول يعمله مجيد ان هو يوفق مناظره ما بيننا، فهنا قام جاي جمعني انا وبوسي مراتي وهو والاخ ايهاب اللي هو جوز الاستاذه مريم غبور في شات. فشوفوا الشات اهو قدامكم، انا هشغله، ده سكرين فيديو. فهو كان بيعاتبني ان انا رديت على مريم غبور، وكان في هنا عتاب واحتدينا على بعض في الاول، وبعد كده يعني بيتكلم معايا ان احنا ناسس مناظره. فالاستاذه مريم قالت له احنا يعني مش هنناظر اساف، لكن احنا اللي احنا هنعمله ان احنا لو عايزين نناظر بوسي زوجة اساف في المواضيع اللي طرحتها في الحلقة. فهو يعني حتى انا جيت قلت له عشان يعرفوا برضو ان العابرين ناس مش بتخاف ولا ناس بتقلق، انا عرضت عليه ان احنا نتقابل لايف ونعمل المناظرة لايف. خدوا بالكم من الكلام اللي انا بقوله ده، لان محدش هيقوله لكم، الكلام ده موجود بالأدلة في شات أنا حافظه عندي، واللي يشهد عليه الأستاذ محمد مجيد والأستاذ إيهاب فتحي زوج الأستاذة مريم غبور والأستاذة مريم غبور وزوجتي أنا بوسي. فاللي حصل هنا إن لما جيت اتكلمت معاه وقلت له تعالى نتقابل لايف، نتقابل فيس تو فيس، نتقابل كأسرتين، أسرة عابرين وأسرة مهتدين، وتعالى نتقابل ونزيع اللقاء
ده على قد راجل يعني ما عنديش مشكلة، بس علشان ما حدش ياخدها علينا ان احنا بنتقابل مع عابرين فاحنا يعني ايه هنتجنب المقابلة. فجيت قلت له ما فيش مشكلة، يعني اذا العابرين بيكلموا المتأسلمين وبيقولوا لهم نتقابل، احنا لا بنخاف ولا بنتكلم من ورا كاميرا، بس احنا طلعنا النهاردة ببطاقتنا. يعني ايه ببطاقتنا؟ الفيديو كان فيه بطاقتي وبطاقة المدام عندي، طبعا شلنا بعض البيانات لكن مخليين الاسماء الاولى، العبد لله محمد، الاستاذة زوجتي شيماء، فاسماء اسلامية في بطاقتنا في الظهر من ورا، الديانة مسلم، الديانة عندها مسلمة. قبل كده برضو في ردي التاني على الاستاذة مريم غبور طلعت لها شهادة، شهاداتي منهم شهادة المعمودية، وكانت سنة 2011 على ايدي القسيس منيس عبد النور. طب نكمل دلوقتي مع عم احمد يعني وعم اثناسيوس، انا بحب اسمه القديم قوي لان انا الكنيسة الجديدة او مجتمع العابرين بنلاقي فيه كتير قوي مصطفى، احمد، محمد، عائشة، فاطمة، زينب، بنلاقي الاسماء ديت كلها، وانا فخور جدا بكل شخص عابر للمسيح وفخور جدا بالناس دي. نكمل يا عم احمد اتفضل. ايوه بيه اتفضل كمل. انا بس عايز اقول كلمتين صغيرين مش طوال. يعني انا لا اقوى الاله خلقني لا اعيش في رعب دائم، رغم انه والزمني بعبادات على مدار اليوم ليلا نهارا، والنبي الذي ارسله لا يدري ماذا يفعل الله به ولا بنا. لا اقبل قتال ارسله هذا الاله به الفاظ نابيه يرفضها العقل، ناهيك عن احداث كثيره بذيئه مذكور بالصحيحين البخاري ومسلم والطبري. الصوت يا عم اثناسيوس اخذ نفطه من حمير. الصوت يا عم اثناسيوس حميراء واشار يعني كده ولا مش سامعني؟ حاليا اوكي. الو سامعني؟ يعني الشبكه بتروح وتيجي. الشبكه بتروح وتيجي يا عم اثناسيوس. الحلقه النهارده متحاربه حتى شبكه التليفون مش الانترنت بس. طب انت كده سامعني؟ طيب دلوقتي انا سامعك يا عم اثناسيوس كمل اتفضل. سامعني كويس؟ انا كنت بقول ايه؟ ارجع لك الكلام من تاني عشان خاطر ما نطولش على الجماعه وعلى الفيديو. انا كنت بقول لأفضل اله خلقني لا اعيش برعب دائم، رغم انه الزمني بعبادات على مدار اليوم ليلا ونهارا، والنبي الذي ارسله لا يدري ماذا يفعل الله به ولا بنا. لأقبل كتاب ارسله هذا الاله به الفاظ نابيه يرفضها العقل، ناهيك عن احاديث كثيره بذيئه مذكوره بالصحيحين البخاري ومسلم والطبري والجلالين ومرجع كثير. لأقبل دين اخذ نصفه من حميراء الرسول كما يدعي، خذوا نصف دينكم من هذه الحميراء نفسها قالت له في حديث أنت الذي تدعي أنك نبي، إذن هي الأقرب منه. طب نأخذ ديننا منها وهي قد قالتها مدوية بحديث صحيح أنت الذي تدعي أنك نبي؟ أي عقل وأي منطق؟ أنا هقول يا جماعة أهل السنة دول والجماعة اختلفوا كل حاجة، أنا مش عايز المذهب ده. يعني ايه الاختلافات اللي هي يعني كانت قدام عينك يا عم احمد؟ يعني ايه الاختلافات اللي كانت موجوده قدامك اللي كانت اختلافات ظاهره يعني؟ الخلافات جوهريه جدا يا فندم، في العقيده، في صميم العقيده، اعمل ولا ما اعملش؟ اعمل ده ولا ما اعملش ده؟ هو ما يقول لك انا
قرن الشيطان ليطلع منها هنا، وأشار ناحية بيت عائشة، وفي بعض الحديث يقول هو أشار ناحية المسجد. لا يا فندم، حديث ثاني قال لك منها هنا يطلع قرني الشيطان، وأشار على عائشة وحفصة بنت عمر. يعني في اختلافات هنا احنا بنشوفها، بس يعني دي مش كل الاختلافات يعني اللي احنا بنتكلم فيها احنا. لا، الصدمات تاني بعضها ورا بعض يا فندم، في خبطات يا فندم. يعني انا عايزك تكون انت راجل سني، وانا عارف ان انت تدرس اكتر مني، انا راجل على قدي، لكن انا ربنا بيديني عقل اعيش بيه. أهل السنة والجماعة ما اتفقوش على أي حاجة، بس حاجة واحدة اللي اتفقوا عليها، أنت عارف إيه يا فندم؟ إيه هي؟ اتفقوا على إن آخر الزمان يسوع المسيح وكل المجد هينزل ويخلص العالم. هللويا هللويا. طب أنا لسه ما دخلتش على الشيعة، الجماعة اللي على البس هيزوا مني وهيمشي وأنا عارف. لا لا لا، الجماعة اللي على البس كلهم حابينك وكلهم بيسمعوك كويس قوي وبيكلموك. يعني استاذ شادي بيقول لك تنص الماده 64 من الدستور المصري على ان حريه الاعتقاد دينيا واختيار المعتقدات والتعبير عنها شرعيه ومكفوله. الاخت نبيله بتقول لك حرب عدو الخير، وبتقول لك كمان ان غرض ابليس ايه غير تشويه المسيحيه لمحاربه التنصير، مش اكتر من كده يعني. الاخت او اخونا منصور ثاني بيقول لك ربنا يحافظ عليك ويحميك، فالناس حابينك جدا، وهو كمان العم اسناسي بيوجه لكم التحيه وبيوجه لكم كده يعني تحيه مسيحيه تليق بشخص ربنا يسوع المسيح. اخت جمانه يعني بتقول لك ان كان الله معنا فمن علينا يا عم اسناسي. اتفضل يا عم اسناسي استنى. ممكن اتكلم بقى؟ اتفضل اتفضل. اتكلم على اخ شادي اللي بيلون دول القانون المصري ومش القانون المصري. انا عايز اعرف 3 مليون اللي في سجون المستنيين الفتره الازهريه عشان يطول شاتين، اني قانون حناهم يا استاذ شادي؟ يا استاذ شادي انت عندك احصائيه؟ انت تعرف حاجه يا استاذ شادي عن الناس اللي هم في المستشفى المجانين في المعموره عند اسكندريه؟ انت تعرف حاجه عن المستشفى المجانين هم قالوا المسيح والله؟ تعرف ايه انت؟ هو شادي بيتكلم من الناحيه القانونيه بس يا عم اسناسيوس، بيقول لك يعني بيتكلم من ناحيه الدستور، بيقول لك الدستور بيقول كده حتى لو مش ده اللي بيتطبق على ارض الواقع. يا عمي رحم الله والديك ما تعذبنيش معاك. انا مش بعذبك، انا مجرد ناقل دلوقتي. اتفضل يا عم اسناسيوس. يا استاذ، في عابرين في معتقل الغربانيات مستنيين الازهر يروح لهم، وراحوا بدل كل شهر ليهم زياره من الازهر. قول لا اله الا الله، مش عارف مين نبي الله، واخرج ما فيش لا حد رد ولا غيره، وقاعدين ومبسوطين برب المجد جوه المعتقلات غير اللي في المستشفيات المجانين واللي ماتوا. ومش مصدقني، ادخل على صفحه استاذ مجدي تدرس وهو هيجيب لك فيديوهات موثقه. على فكره يعني استاذ مجدي تدرس ليه كل الاحترام، انا بالنسبه لي استاذ مجدي تدرس عرض ناس اللي كانوا في مستشفى المجانين من فتره كبيره اللي هو اشرف وعم عبد الله، دول انا اعرفهم شخصيا، الناس ديت مؤمنين حلوين جدا، والناس ديت اتعرضوا قبل سنه 2012 لمشاكل كبيره جدا وانا عارفهم شخصيا، ودول يعني ناس ابطال في الايمان، بس ما يقدروش ان هم يظهروا. دول لو ظهروا يا عم اسناسيوس شوف ايه اللي ممكن يحصل معاهم. يعني الناس دي ناس اغنياء معاها مبسوطين ومش محتاجين اسمعوا يا مسلمين، يا لا تسمعوا الفيديو دوت. المسلمين بيقولوا ايه بقى؟ الكنائس فاتحه ابوابها 24 ساعه، واللي هيخش المسيحيه هيدوا له دولارات وهيجيبوا له شقه وهيجوزوه. بالله عليكم يعني لو حد فيكم يعرف كنيسه فاتحه اخش بس احضر بس واحد، انا مش عايز فلوس، احضر قداس واحد واتناول جسد قدام الرب واحضر. بطلوا الكذب، بطلوا الكذب عشان تنصروا دينكم، ما فيش دين بينصر بالكذب ولا بالسير. في عقيده بتبقى مقنعه للقلب والعقل، في عقيده بتغير النفس، في عقيده بتعيشك في سلام، في عقيده في اله حقيقي وفي معامله حقيقيه مع اله حقيقي خلق الكون. اللي انتم مش قادرين تفهموه او تحسوه
ان لا يستطيع ان ياتي الي الا ان يتخذه الاب. يعني الاب هو اللي بيختار لكلمته مين اللي يتعامل معاه. الروح القدس يسكن في مين؟ وخلي بالكم انتوا فاهمين غلط، احنا ما بنعبدش تلات الهه. طيب انا في حاجه بس حابب اقولها عن اثناسيوس، لان في حد فتحها معانا. الاخت جمانه بتقول نفسي اعرف مصير محمد حجازي وزوجته. محمد حجازي علشان الناس تكون عارفه ده كان عابر ورافع قضيه ان هو يغير الديانه في اوراق رسميه بشكل قانوني، وفي النهايه خالص اترفضت دعوته. وبعد كده في الاخير محمد حجازي تهدد وطلع في فيديو بيقول فيه شهادتين، وبيقول يا جماعه ده اخر فيديو ليا، الكلام ده حوالي من 4 سنين. وفي الاخر خالص محمد حجازي من ساعتها اختفى. في اخبار جات لنا عن محمد حجازي وايه اللي حصل معاه وايه سبب التهديد بتاعه والتهديد كان ازاي، لكن احنا بسبب يعني لاجل سلامه محمد حجازي وامان محمد حجازي مش هنقدر نقول الاخبار دي. اتفضل يا عم اثناسيوس كمل. طيب اللي انا عايز اقوله يا جماعه الخير، يا مسيحيين يا اللي انتم معتبريننا مؤمنين درجه ثانيه، وانه على مش كل المسيحيين صراحه، لكن انا مش هقدر اقول انا عتابي على اباء الكهنه. ايه اللي هيضرك ان انت تسمح لي ان انا اخش الكنيسه واتناول مره واحده في الشهر؟ انا مش عايز اخش كل اسبوع. اللي بيتقال ايه؟ مش هقول اسامي اباء لان انا بحبهم وبحترمهم وليهم قدسيتهم وكل حاجه. بيقول ايه؟ بدل واحد ثلاثه يدخل بس على مسؤوليته. وحصل مع واحد وخادم مش الامن اللي بره اللي ساله، خادم من الكنيسه سلمه للامن وراح امن الدوله، ده زميلي وصاحبي واخدت منه كتير قوي من البدايه قبل ما ابقى اي جي 1، لان انا معاك يا استاذ اساف اي جي 1 عقيده مسيحيه، باخد منك تفسير الكتاب المقدس زي ما هو علشان انا اكلم نفسي، مش مهم ان انا اكلم الاول ابقى بني ادم. انا عايز اعرف المحاميه اللي طلعت وقالت انا ارفض ان العابرين يكونوا معانا في الملكوت، لا يا ماما احنا مش عابرين بس لنور المسيح، احنا اساسا عائدين لحضن الرب، اساسا احنا خليقه المسيح، اساسا هو اللي اكتسبنا، اساسا هو اللي شن على منكبيه. امين امين. احنا للمسيح. وشئت يا مبيتي انا وانت اخواتي المسيح، يا محاميه يا متعلمه يا مثقفه يا اللي طلعت كل جور على الفيسبوك، واللي كان عزائي الوحيد ربنا عزاني بيه اللي مسيحيين شرفاء احرار هاجموها. ربما يكونوا متدينين وفي مسلمين شمتوا فينا. رغم كده انا بالنسبه لي هنا العمر مش فارق معايا بحاجه، حصلت ظروف ما وعرفوا ان انا مسيحيين طلعوا يتعلموا من ورايا ووصلوا اخر قرار عندهم ان انا كفني عدد 60 وعايش لوحدي وبكلم الحيطان بقيت راجل مجنون ومختل عقليا وكفرت بالله وجهنم مصيري حتى مش قادر امشي، ربنا سخطني وربنا مش قادر لان امراض الشيخوخه العاديه. الكلام ده هو فارق معايا هم. لا بس يجدد مثل النسر شبابك يا عم اثناسيوس، انا لما بشوفك بحس انك اصغر مني. استاذ اساس انت صوتك بيرن معايا لسه اسمع بوضوح، صوتك بيرن معايا جامد، بحاول تظبط الهواء اللي عندك او حاجه، انا مش عارف النظام ايه. بقول لك انت يعني انا بحس ان انت اصلا يا عم اثناسيوس لما بشوفك بحس انك اصغر مني، يعني لما جيت لي هنا انا افتكرتك راجل كبير وكده، يعني قلت هقابل شيخ يعني كبير، طلعت شاب صغير يعني. شاب انا عارف ان انت عندك الكومنتس عالي زو واللياقه عندك والكلام جميله، وحتى مع الاعداء انا نفسي يبقى عندي. انت انسان رائع حقيقي ورب المجد عوضني بيك انت وبنتي بوسي علشان يقول لي الحياه في المسيحيه تبقى كده. سيبك من العصبيه وسيبك من اللي انت فيه ده، لكن انا الناس اللي حواليا افهم يا استاذ اسامه، بولس الرسول معلمنا العظيم بولس الرسول كان بيخاطب كل واحد بلسانه، لف الدنيا كلها اتكلم بتوع، اختلف مع بطرس طبعا، انت الكتاب المقدس هيقول مش انا، اختلف مع بطرس. بطرس هو مين الصخره اللي سماه المسيح من سمعان لبطرس؟ هنا المجتمع الريفي اللي انا عايش فيه ما ينفعش معاهم الكومنسنس العالي بتاعك، الاخلاق بتاعتك ديت، انت فاهم، ولازم تدي له حقنه الاول مخدره تطرشه خالص، ولما يبقى يجيب لك الجواب تكمل معاه بحنيه.
كل واحد وليه تلاقي. يعني انت راجل متعلم، انا تعليمي على قد ايه مع التكنولوجيا حلوان جنب راجل دارس كليه لغوصه. انا عايز اوضح لك، انا بالنسبه لك يعتبر لسه احط رجلي على اول لما، وطبيعتي هي دي طبيعتي انا. يا عم سناسيوس خلي بالك، احنا في دراسه اللاهوت الحقيقيه، دراسه اللاهوت الحقيقيه بتعلمنا ان احنا نكون خدامين عند رجليك. جدي حبيبي، انا نفسي من خلال المنصه بتاعتك ديت الجماعه اللي على البث يصلوا لي، انا محتاج حد من الاباء يعني يسمح لي ان انا اتناول ولو كل شهر مره، عشان انا سمعت 40 يوم لازم تتناول. انا يا سيدي مش عايز بعض حاجه، انا عندي انجليه جنب مني قريبه مني جدا، بدخل ما بيقولوليش حاجه، بس انا مش مقتنع بالتناول بتاعهم يا حبيبي. هم ناس بالترانيه، انا مش بيخش تسابيع. طيب يا جماعه احباء الرب، الناس اللي في القاهره المؤمنين، اديني فرصه يا عم احمد اوصلك بأحد من الاحباء. يعني انا دلوقتي رقمي حظهره على الشاشه، ده رقمي انا الشخصي. لو في حد من الاحباء اللي موجودين في القاهره في الكنيسه الارثوذكسيه انه يقدر ياخد عم اثناسيوس معاه كل شهر، حتى انه يدخل ياخد سر يعني سر الافخارستيه او المائده، يعني يا ريت. انا لو في القاهره هقدر انفذ ده، ولو هو جالي اسكندريه هقدر انفذ ده، بس احنا محتاجين ابطال يكون ايدهم في ايدينا. فانا هظهر دلوقتي رقمي، رقمي موجود اهو يعني على الشاشه. ايوه معاك معاك يا عم. انا بس عايز اسال المسلمين اللي هيتفرجوا، هو المستشار عبد المهدي عابر، اسلام البحيري ده عابر، الشيخ ميزو عابر؟ لا كل دول مسلمين. انا قلت ثلاثه بس. في تانيين، في معممين شيعيين، اوعى تنسي حكايه الشيعه لانها يعني حرقاني. الثلاثه دول هم من فضحوا العوار بالعقيده المسماه اسلاميه. مفيش اله يبعت نبي. طب طب عم اثناسيوس، هو بس عشان نوضح الصوره، عم اثناسيوس متعمد مش متعمد انجيلي، متعمد ارثوذكسي، بس طبعا هو متعمد خارج القاهره، فطبعا مفيش يعني مش معروف في القاهره، فالناس لسه مش عارفاه. لكن اللي هيتواصل معانا من الاحباء طبعا مش هنوصله باي حد يعني. يا اخت نبيله احنا هنا في اسكندريه، يعني كنا احنا وديناه سهل جدا، ولو انا بنزل القاهره هعرف اوديه، بس انا قليل جدا لما بنزل القاهره. فاحنا بنتكلم الناس اللي في القاهره، عايزين جسد الرب يشتغل في كل مكان، في اسكندريه، في القاهره، في الفيوم، وفي الصعيد، وفي النوبه، عايزين جسد الرب يتعامل، جسد الرب اللي هو انا بتكلم عن الكنيسه، تكون بتشتغل، يكونوا ما بيخافوش، يكونوا بياخدوا خطوه جديه، يكونوا بيتعاملوا مع العابرين ان هم درجه اولى مش درجه ثانيه. احنا مش درجه اولى بس، احنا درجه اولى مقرر. فانا رقمي قدامكم، والفيسبوك بتاعي اي حد هيكتب اساف نور عليه بالعربي او بالانجلش هيوصل. فاللي حابب ان هو يكون بيشارك معانا في الخدمه دي يا ريت ان هو يتواصل معايا. اتفضل يا عم اثناسيوس كمل. انا عايز اقول لك على حاجه بالنسبه للدرجه اولى مقرر، انت صادق لسبب واحد بس، انا كمان مسهلنا عشان كنت 9 سنين هنا في البلد الرياض دي لما جيت. خليهم فضل عليك كده، ما اقدرش انكره للامانه. بعد ما تعلمت ابتديت ان انا احضر دروس كتيره، ابتديت ان انا اكسر من ان انا عايز اعرف العقيده واعرف اتكلم. فكان لما بالصدفة يعملوا حاجه اقول لهم كتاب بيقول كتاب بيقول، فهي ست كبيره قالت لي لاول مره بنسمع منك الايات دي، وبنتذكر ان احنا سمعناها في الكنيسه. اللي انا عايز اقوله لك ان المسيحيين الموجودين ما بين اسميين وذميين، ما بين مسيح مسيحي اسمي وذمي، للاسف الشديد لما يجتمع المسيحي والذمي في وقت واحد بتبقى هي الطامه الكبرى. انت تعرف اللي شفت الغل والحقد في عيون عيالها والكلام بغباء، واخر مره سخر مني جوز بنتها صغيره اللي هو يعتبر بنت الصغيره بصفه بكاريكاتير مش مظبوط. انا ما قبلتش على نفسي لان انا ابن رب المجد ملك الملوك رب الارباب رئيس السلام رب الكل، ان حد يستهزئ بيا المقابل ان هم عيشه وان هم ليهم افضال عليا. امين.
لكن تعمل لي مسخره في الشارع ما رضيتش. عرفت ان ده بسبب الايات اللي انا بقولها اذا كنت بجيب من المزامير بتاع داوود او من الرسائل او من اعمال الرسل او من الانجيل. هم قالوا لي كذا مره الايات دي انت بتعرفها ازاي؟ وانا لسه داخل يعتبر بالنسبه لي قعدت فتره طويله حوالي 19 شهر. يعني مسيحيين في الاصل مسيحيين اسميين مش عارفين الايات، فلما بتكلمهم عن الايات مش عارفين مصدرها. اللي انا عايز اقوله لك اتفضل. العابرين قدر الناس بالكتاب المقدس من 70% من الزائرين صليب على ايدهم اليمين وبيقولوا هللويا في اي مكان، هم بيدخلوا الكنيسه بس عشان محضر الرب. كانوا مع بعض عشان يتقابلوا مع بعض. الحاجه الثانيه اللي انا عايز اوريها لك يا استاذ اسامه يا سواء، انا معلش كنت مجمعها من كلامك بس على مالك يا عم اثناسيوس. كمان اخونا مجيد محمد مجيد موجود معانا اصلا مسلم اهو، فانا ممكن اكمل وهو ان هو يوديك الكنيسه صدقني. بحب يعني احنا بنحبك يا مجيد جدا، وسلام المسيح يا جميل مجيد يا جميل، واهلا وسهلا بيك يا حبيبي. لحظه عشان اتفضل. انا عايز بس افهم الناس المحترمين واي حد يشوف الفيديو بعد كده، ان الراجل اللي قاعد اللي اسمه استاذ ياسر وبوسي وغيرها في خادمه ثانيه هي مش موجوده على البث معانا بس مشغوله بيخدموا الرب بدون بروباجندا اعلاميه. يا جماعه بيخدموا الرب الناس مش عايزين منهم حاجه، هم عايزين مجد ربنا بس، هم عايزين جزام ربنا. لان هو اللي قال كنت مريضا ولم تعودوني. ايه؟ هنمسك ايات وننفذها ونقول احنا بننفذ تعليمك للرب؟ لا، ده العابرين بيعملوا حاجات كتير. المفروض ان انتوا يا مسيحيين يا اصليين اللي هتسمعوا واللي بتسمعوا يراعوا العابرون، لان احنا اللي قال علينا رب المجد، احنا السور بتاع الكنيسه الارثوذكسيه في مصر. وانا بعت فيديو لبنتي بوسي لواحد شاف حلم، راجل كاهن راجل من امريكا تقريبا، هيجي ربنا على مصر في اخر الزمان وهيباركها. يا مسيحيين يا اللي انتوا غفلانين يا اللي انتوا مش جريانين ان في ايه بتقول، ملاحظ يا استاذ اسف الكلام، انا قلت لك الكلام ده قبل كده يمكن في المكالمه، كثيرون ياتون الي، انا في الشارع وبتكلم من الذاكره بتاعتي دلوقتي. كثيرون ياتون الي ويقولون يا رب يا رب الم نعم. اليس باسمك تنبأنا؟ اليس باسمك اخرجنا شياطين وصنعنا قوات وعجائب؟ انا استنى، انا عايز اوضح حاجه. انت عارف معنى ان الناس دي اللي ربنا اداها في الدنيا قوات وكانوا مميزين عن بقيه البشر، وربنا يقول لهم اتعدوا عني بحاجات فاعل الاسم، وناس ما دخلوش ولا عندهم معجزات ولا حاجه ويدخلوا مع الملكوت. عارف دول زي مين؟ زي الفعل حضرتك اللي فتى معاهم اول النهار بدينار وربع النهار بدينار وفي نص النهار بدينار وفي اخر النهار، ولما ابتدى ابتدى بالاخرين اللي هم دينار، فاللي راحوا اول النهار فكروا ياخدوا اكتر. احنا الاخرين يا باشا، احنا اللي هنكون اولون. ولاحظ ان رب المجد كان دكتور ابتدى بقى لك الاخرون يكونوا اولون، ما قالش الاولون يكونوا اخرين. ركزوا شويه في الكتاب المقدس يا مسيحيين يا اللي انتوا بتعتبرونا ان احنا مرجه ثانيه. لا ورب المجد لا والعدل، احنا زي ما قال استاذ اساب ان هو استاذي ومعلمي، احنا درجه اولى ممتازه مكرره. احنا اللي متمسكين لان احنا كان غايب عننا حضن الرب. احنا مسيحيين، احنا اللي هنمجد اسم الرب يسوع. احنا صوره الكنيسه اللي انتم بتقولوا احنا بنروح نحضر محضر الرب. مين فيكم بقى وهو بيعمل مطانيه داخل الكنيسه؟ اتحدى عند المرضى حد فيكم دخل عمل مطانيه؟ انا عملت مطانيه عند الكنيسه في الكنيسه الخصوصيه، كان اليوم الوحيد اللي دعاني فيه، مش عايز اقول اسمه عشان ما ينفعش برضه، لان الراجل اللي فضل عليا هو اللي خدني وعمتي استاذ ابوشي عارفه، وقال لي ما تصورش عشان ما بقوله في ناس بتصور. قال لي لا، ده دول ولاد الكنيسه. قلت له امال انا ايه؟ قال لي لا ما ينفعش تمشي من الكنيسه. تخيل هو اللي عاملني، تخيل ينطلق الكلمه دي في وشي وجسمي قد نار. على فكره برضو احنا عايزين نوضح حاجه يا عم اساسي، ان الكلام دوت مش بيحصل معاك لوحدك، ده بيحصل مع عابرين كتير. في للاسف ناس بيخافوا جدا لدرجه ان هم بيخافوا ان عابر ياخد صوره معاهم، يعني كان العابر ممكن يوديهم في 60 داهيه يعني، فهم بيخافوا. طبعا ده ضد الايمان المسيحي، لكن في ناس كمان ابطال
هم اللي بيصوروا معانا وهم اللي بينزلوا الصور وبيفتخروا بينا. انت حلقت اللي انا عايزه. يعني انا بس بوضح لان انت مش شايف البث، لكن انا اللي شايفه يعني. فانا بحاول، لا خد راحتك واتكلم يا عم اساناسيوس. عم اساناسيوس النهارده بيقول كلام واقعي، كلام بيحصل حرفيا. اتفضل يا عم اساناسيوس كمل. انا بس عايز افكرهم واقول لهم كلام معلمنا العظيم بولس، اي حد يعمل حاجه خلاف الكتاب المقدس يبقى النسيمه، يبقى ضد المسيح، يبقى ايه؟ يهوذا. ضد المسيح معروف، بيحارب المسيح بكلام. اما يهوذا كان عايش معاه وكان ماسك الصندوق وسلمه من اجل المال. وخلي بالكم يا مسيحيين، لا تستطيع ان تعبد الله والمال. اما ان تحتقر واحد تحترم الاخر. انتم خارج الدايره. انا مش بدين حد، انا ما اقدرش، ما ملوكش. انا نفسي ما مش عارف نفسي، لان انا مش عارف امارس طقوس اللي ربنا فرضها عليا بسببكم انتم. انتم الكهنه خليهم على جنب. انتم لو مسكتوا بايد كل واحد رجع لحضن ربه اللي هو خلقه وبيرسله يسوع المسيح له كل المجد، الكنيسه غصب عنها هتدخلوا معاها. انما انتم، انا نص اللي انا اعرفهم قبل ما اتعمد يهربوا مني. صدقوني انا والعذراء وامانه المسيح انا ما بكذب. انفضوا من حولي، ما فيش غير عم اسمه اللي قدام مني، عشان ما نقولش اسامي، لا نقول اسامي، ابو دانيال اللي قدام مني هو اللي بيشكك لي بس، هو اللي بيتعامل معايا. واحد بس من حوالي سبعه كانوا عم احمد تعالى. ايه؟ بالنسبه لكم ايه؟ احنا ما احناش كفره، رجعنا الحضن، احنا رجعنا لحضن ربنا، وانتم هتكونوا استنوا في حاجات كتيره. انصحكم بقى طالما انتم كده مسيحيين اسميين على ذميين، في واحد اسمه ابونا زكريا بطرس. الراجل ده يتعمل له تمثال في جميع بلاد العالم، بيتفرجوا عليه كده تابعوه. يعني في ما تعرفوش، هتتعرفوه ازاي اذا كنتوا مش عارفين الكتاب؟ وفي واحد اسمه الاخ وحيد والاخ ميلاد والاخ شمعون والاخ جو، برضو اتفرجوا عليه. مش عايزين دول، عشان دول مسيحيين اصليين هيوجعوكوا. خليكم بقى في البطل الاسكندراني اللي اسمه سعيد ابو مصطفى، وهنشوفه قريب ان شاء الله عشان هو واخد شهرين بس. وفي واحد اسمه شداوي من المغرب اسمه محمد المغربي، وفي واحد اسمه ديفيد دودا براوين، وفي واحد اسمه ليك روك، دول معبرين. الدكتور رحمه راجل بيعمل مستحيل، بيعمل حاجه اسمها المستحيل، بينكش في الصخره عشان يجيب ناس. اما الاختبار ماهر الاخت ماهر بيتولي، ناس كتير حكت، وزي ما بيقولوا المسلمين افتت، وكل واحد قال لك دي مريضه ودي ودي. انا بس في مقطع صغير لمده 9 دقائق و21 ثانيه من الاخ رشيد. عارفين طبعا الاخ رشيد، لو مش عارفينه ابعت لكم اللينك بتاع صفحته. طبعا الاستاذ فاضل اكيد عارف، استاذ رشيد. استاذ رشيد عمل كلمتين مع ناهد متولي بعد ما رجعت الاسلام، انتوا واخدين بالكم؟ بيكلمها عن الروح القدس، شرحت له الثالوث والروح القدس. فالاخ رشيد بعد ما خلص الكلام قال لها يعني الروح القدس هو جبريل؟ قالت له لا، ما تدخلناش في التفاصيل دي. الاخت ناهد متولي، الاخت ناهد متولي ما رجعتش ما رجعتش للاسلام. يا اخوانا يا اخوانا، دي لو رجعت للاسلام كانت ثبت وقالت زي السلامه ما بيعملوا، سوري في اللفظ يعني، انا معلش انا وفي جسمي مولع نار دلوقتي، واقف في الشارع وعمال اطرق وانا واقف. الله يعطيك القوه يا عم اساناسيوس. انا عايز افهمكم حاجه، انتوا مش حاسينها، صدقوني انا هقول لكم كلمتين يمكن يكونوا لحار واموت بعديها دلوقتي. ايه المسيحي الاصلي مش حاسس بالروح القدس جواه لسبب؟ كثره الخطايا. اما العابر اللي متمسك بكتابه وعايز يعرف الروح القدس بيبقى ساكن فيه، بس شرط ما يعملش خطايا. النعمه والكلام مع رب المجد وعمل الرب معانا رغم الظروف اللي انا فيها، معدي 60 يديني النعمه
وبيرزقني ووقف جنبي ناس وبيبعت لي ناس من يعني انا مش عارف اقول لكم ايه يعني. انا اللي انا فيه دلوقتي انا ما حسيتوش على مدار 60 سنه ولو انا سني ولو انا شيعي. اوعى تنساني بموضوع الشيعي عشان اعرف لك. ايوه انا معاك. انت لحد دلوقتي اتكلمت عن المطبخ السني بس. اوعى تنساني عشان ده انا اعرفك ان العقيده دي من الاساس بتفجر كده بعود كبريت مش بديناميت ما تستاهلش. ما تقساش قبل ما انسى. انا عايز بس انا اوصل للمعلومه ديت النعمه اللي احنا عايشين فيها كعابدين. انا هتكلم عن نفسي وبناء عن العابدين اخواتي اللي هم حاسين بنفس النعمه دي. عمل الرب معانا ووجوده معايا وصلاتي كل يوم معايا واقول له امسك ايدي وعرفني الناس اللي انا عايز انت كما يحلو بعينيك. انا بحس بيه اكتر منكم. انتوا ما تحطوهاش لان انتوا مش انتوا مجرد حطيت الصليب على قدكم انتوا خلاص كده انتوا في الملكوت. لا يا فندم مش كده يا فندم. القرب من رب المجد هو عايزك انت بقلبك مش عايز يبقى شغل بتاعك ان انت توديك الكنيسه. عايزك انت بقلبك. قال لك يا ابني اعطيني قلبك. اعطيني قلبك لو المسيح ساكن فيك عمرك ما هتبقى كده. يا قبطي يا مصري يا اللي مصر اساسها قبطيه انت. بالله عليك يا استاذي بعد اذن حضرتك حد من على بس يفسر لي كده يقول لي قبل وسائل التواصل الاجتماعي مين اللي كان بيكنس بالمسيحيين في الاتوبيسات او الجناين او الشوارع او طيب أو ده سؤال للاحباء على البث المباشر من عم احمد عم اثناسيوس بيقول لهم قبل تواصل البث المباشر مين اللي كان بيكرز في الشارع؟ مين اللي كان بيكرز للناس؟ يقول لي مين؟ مين؟ احنا عرفنا المسيحيه من خلال الناس اللي شافت نور الرب العابرين اللي نطلع منهم درجه ثانيه وفسروا لنا الكتاب عرفونا مين هو الاله الحقيقي. يا مسيحيين يا اللي انتوا عاملين نفسكم ان انتوا داخلين الملكوت مفيش حد فيكم داخل الملكوت اساسا اللي برضه الرب لا الحته ديت بقى عم اثناسيوس انا مش معاك فيها. احنا الملكوت بالاخص ما نتحكمش فيه يعني لكن احنا عارفين ان في بعض المسيحيين الاسلاميين احنا بنعاني منها. يا استاذ حضرتك عايش في اسكندريه. اسكندريه على قد ما فيها من بلاوي هي متحضره. انا عايش في بلدين ارياب اسمها من طيب وبجنه بتسمعوا عنها يعني. البلدين دول المسيحيين بيتعاملوا بطريقه مش عايز اقول لك. انا وانا داخل الكنيسه كلب اجرب الكنيسه الخمسينيه اللي جنب مني كلب اجرب نقعد في اخر دكه عشان ما حركش نفسي ولا حرك حد والدكه تبقى فاضيه جنب مني ولازم تقعد بره على الباب ما حدش يجي يقعد جنب مني لان اتعرضت ان انا قاعد وبروح بهيئتي بس انا بروح مهندم ومرتب على قد على قد امكانياتي وانا خارج بسلم على القسيس لانهم عادتهم كده الانجليين وانت على السلم بيقعد. انا عارف يعني الله يديك القوه يا عم اسلم عليه. انا بقعد في الطابور بشوف عيونه مع اللي عادتهم اللي هم يعتبروا من ولاد الكنيسه وسلاموا معايا وحتى لو هتكلم معاه بينجزني ما بيخدنيش راحتي في الكلام. انا بقول لكم احنا مش كده برضه. انتوا على العقيده صحيحه بس ارجعوا للكتاب المقدس. وانا عايز اتكلم عن الشيعه واخدين حرفيا مذهبهم من المسيحيه من الاخر. اخر درس سمعته من كنت هنطق اسمه لا بلاش اسماء من الراجل اللي هو العراقي اللي هو حوزاكي دوت. قلت له انا عايز اعرف اسم الله الاعظم. انا بقالي 4 سنين عمال ايه بتديني نقط. قال لي انت كده مستعد لاستقباله على الدراسه اللي انت خدتها. اسم الله الاعظم هو علي. قلت له ازاي؟ قال لي علي هو عين الله هو يد الله هو اللي حاسب الناس كلها. بما فيما معناه علي هو مكان المسيح ابن مريم. بما فيما معناه ال 12 امام من علي المهدي هم ال 12 بتوع تلاميذ المسيح. وفي 12 هاد بعد ما يجي المهدي هيتقتل بعد 7 سنين في 12 هاد اللي هم هيجوا في السماء اللي هم هيحاكموا مع علي. ايوه كله الائمه ال 12 عقيده هشه مبنيه على ما قبلهم. انا عايز اعرف بالعقل لما القران بيقول انما المسيح عيسى ابن مريم روح الله وكلمته. رسول الله وكلمته. الله يا باشا روح الله وكلمته. دي فاتت يا استاذي. لما القران بتاعهم بيقول كده هل يعقل ان بعد ما المسيح يجي اللي هو روح الله وكلمه الله يجي على الارض
لذلك انا سالت الشيخ ده وما فيش حاجه قال لي بس قال لي لا ده للدنيا كلها ده كلامه هو مش كلامي انا لما ينزل على الارض وينزل مش عديم هل يعقل يبعت واحد ثاني بعد منه وهو اللي قال احذروا الانبياء الكذبه والمتحايل هل يفكروا يا مش حيين يا اللي ما بتعلموش ولادكم ان كلمه الله هي الحقيقيه مفيش نبي مفيش نبي يبعته ربنا لاله حقيقي يسوع كل المد بعد منه ده تكسر وتأنت وتعذب وسجن وضرب وصلب وقتل وقام مش عايزين ايه تاني عايزين واحد كذاب بتاع نسوان عايزين واحد بتاع سيف وفلوس وياخدوا جزيه ويلبسوكم جرس في رقبتكم زي زمان مش ناسيين التاريخ ولا انتم مش عارفين تاريخ اجدادكم ولا ايه كان ليهم لبس معين للمسيحيين اللي بيدفعوا الجزيه وهم صغيرون وجرس في رقبتهم هم ماشيين عشان يبقوا معروفين ايه عايزين تبقوا سنيين تاني انا بقى اقول لكم لا الايديولوجيه بتاع العجرين اللي كانت في النقطه الضلمه وطلعت النور واللي هي تبقى سور الكنيسه وغصب عنكم من دلوقتي حتى المعتقلين اللي موجودين اللي في مستشفى المجانين واللي مسجونين هم سور الكنيسه صدقوني صدقوني هيجي يوم على مصر نهر النيل ده هيتعمد فيه الناس هيجي اليوم ده مش هقول يا رب انا اتمنى استعلاء مش اتمنى مش هبقى زي الشيخ سمعان اللي كان قال له اكتب هل على العطراء تعملوا تريد ولازم ربنا خلاه عايش لغايه لما يشيلوا في ايده وهي داخله الهيكل لا انا مش هقول كده لان انا واثق في ربي انا مش كوم انا مش كوم عشان اكذب ربي لازم اشوفه بعينيا واحط ايدي في الجرح لا 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 لا, لا. انا واثق في ربي عشان عارف معامله ربنا معايا بعد 60 سنه ما حد امراض الشيخوخه ما جتني يشيلني على كتفي يقول له لا انا مش عايزك انا بقى بحيره النار وكده انا عايزك معايا ويجي البشر اللي هم اساسا مولودين في النعمه بيعتبرونا ان احنا درجه ثانيه وما نعرفش حتى نشم ريحه البخور في الكنيسه ولا نتناول ولا نسلم عليهم حتى ويبعدوا عننا كمان بعد ما نتعمد ونبقى زي ما ربنا عايزنا عايزين ايه؟ اما يعني اللي ما بيكتملش في المحبه يا عم اثناسيوس هو اللي بيقلق هو اللي بيخاف يعني حتى الكتاب المقدس بيقول المحبة تطرح الخوف خارجا فاللي بيكتمل في المحبة هو ده اللي بتلاقيه بيحضرنا جوه الكنيسة ويفتخر بينا شخص واخد من ربنا لكن اللي ما بيكتملش بيبعد بيخاف بيهرب كمل يا عم اثناسيوس معلمنا العظيم بولس الرسول قال ايه؟ ايمان بدون اعمال لا قيمة له انت راجل مؤمن بتروح الكنيسة كل حاجة لكن اعمالك لا تحصل في عين الرب انتبه وارجع للكتاب وشوف ربنا قال لك من قال لاخيه رقب يا نهار يعني قلتم على وشي هو انتم بتاخدوا الحاجات اللي حضراتكم كلام ربنا تعملوه وتسيبوا بيت الكلام يا جدعان صدقوني انا راجل بتكلم بطبيعتي انا لا انا منمق ولا انا راجل لا انا بسمع وبعقل عندي احساس باللي قدام مني بيعاملني ازاي عايز مني ايه انا مش عايز منكم الا المعامله الحسنه فقط انتم ما فرقتوش حاجه عن اللي هم بيقولوا على نفسهم مسلمين وخير امه خرجت للناس لما بتعامل المسيحيين انتبهوا للحته دي لما انتم معامله المسلمين ليكم كان سنيين سيئه واول ما تشوفوكوا ايه في مسيحيين وصليب انتم بتعاملونا باسوء منها عرفنا النور احنا عرفنا النور وحسينا بالنعمه بتاعت ربنا في قلوبنا وعايشين بيها وشنده ربنا لينا ومع ذلك انتوا مش مقتنعين بينا ده انتوا عملتوا الاسوء من اللي احنا بنحبه حاليا تعبدين انتوا بتعملوا معانا دي كده انتوا يعني الشيعه تعتبر نسخه جيده عنكم انا بقول لكم الراجل دوت بعت 500 دولار على ويست ميرن وغسان الخلفاوي عشان اجهز مصبوري واروح ويبقى مليه ومرتب عنه تبقى 100 دولار بس ربنا قال لي لا الكلام ده غالبا في شهر 4 اتعملت في شهر 10 يوم السبت 1/10 انتوا بتعملوا معانا ليه كده؟ ربنا اللي اختارنا روحوا كلموا رب المكتب قولوا له مش ليه بتجيب الناس دي ان هو ما هو اللي قال هي المشارق والمغارب الكلام ده كده كلام الكتاب ده ما لا يمكن حرف واحد يتشال لا يمكن اللي هيشيل حرف منه ربنا هيشيله من صفر يوم القيامه انتم عايزين ايه مننا؟ مفيش عندنا انكار للمسيح اوعى تقولوا الاخت نهاد متولي والكلام الفاضي دوت الاخت نهاد متولي مسيحيه مسيحيه كل اللي عملته عشان خاطر ابنها الكبير اي ام
لا يمكن تتفرق عليها من عيالها وهي ام مش عاديه. الاخت ماهد متولي او الام ماهد متولي ما هياش بكرة المسيح. ده اللي انا عايز اقوله. وقلت لو في حد عايز يسالني سؤال لان انا نهجت على يعني احنا في سؤال يا عم اسماسيوس عايز اقول لك يعني في وسط حركه الاسلمه اللي شغاله دلوقتي وبنشوف اعداد مسيحيين ليست بقليله ان هم بيسلموا يعني عايز اسالك هل في صدى في العابرين يعني في عابرين كتير يعني حضرتك اتعاملت قريب اتقابلت مع عابرين فاكيد يعني في اعداد قدامك هل الاعداد بتاعت العابرين اعداد قليله ولا اعداد كثيره؟ يا استاذ الاسلام انا سمعت ليك فيديو من يومين حضرتك بتقول في ناس بتقسم بالملايين حضرتك انت بس الكلمه دي واحد منك غلط انا عايز افهمك حاجه بالنسبه للعابرين انا لو حبيت اوضح انا اقدر اقول لك يعني على المجمل حول 20 مليون عابر في مصر في منهم 3 مليون في المعتاد وفي ناس خرجت بره بمعرفتها مش بمعرفه الكنيسه ولا دير ولا اي حاجه انا عن نفسي لما كنت رايح اتعمد كان معايا اربع اخيري في منهم واحد كان داخل يعني عشان خاطر عايز يسافر امريكا راح الله يسعينه ونكر المسيح في بعد من ابصار جاري واحد خادم كان تبع واحده سوني يعني معينه اختلط معاه فاتصل بيا فبعته ورحت معاه لقيت 17 واحد بيتعمدوا يا الهي يعني 17 واحد دفعه واحده تعميد فين الاربعه اللي انا رايح فيهم يعني 21 واحد في يوم واحد لكن يعني احنا نقدر نقول من ال 21 واحد دول في كم عابر حقيقي يعني في كم عابر حقيقي احنا عارفين ان في عابرين يعني ليهم يعني نقدر نقول مش مؤمنين يعني عابرين او مسيحيين ليهم غرض من لكن نقدر نقول كم واحد مختبر حقيقي من ال 21 بص يا استاذ الفاضل اللي بيختار المسيح بيخسر كل حاجه وانت اقدر الناس وانا مش هتكلم عن نفسي عشان انا حطيت بين ده يعني حكايتي بين ايدين ربنا ثم فسوني بوسي اللي بيكسبوا المسيح وبيخش قلبهم الروح القدس لما يسكن فيهم بيغيرهم خالص استحاله بعد ما كنت انسان قذر وبذيء ولسانك بيتعدل حتى بدون انت ما تقصد يعني تبقى طريقتك انت قذره مع الناس عشان الناس تبعد عنك وما يضايقوكش وبعدين تلاقي تبقى هادي وتاخد كل الامور ببساطه استحاله ينكر المسيح لو انت عايز النسبه انا ممكن اقولها لك لحضرتك لان انا راجل يعني انت ليك في الكرازه في مجال معين انا راجل ما رايش حاجه غير الفيسبوك وزمايل انا عندي زمايل عابرين هنا على الفيسبوك وعلى اليوتيوب طب حط كلمة تتحرق لهم وبتتلغي وي 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 أعداد العابرين اللي على الفيسبوك رغم الإهانات والشتايم والقذارة وفي ناس بتوع بيروحوا لهم لغاية البيوت بسبب إن هم بيحطوا عناوين صح. أكتر من 95% عابر للمسيح وحضن ربه هو مش عايز إلا حضن رب المجد بس وبيمجد اسمه رغم الصعوبات والضرب والإهانات وحاجات كتير قوي شباب زي الواد وكلهم مثقفين انا يمكن اجل واحد فيهم واعرف اي حاجه انا بسمع منهم وبتعلم منهم ومسكت في ايدك انت ومانيش عايز اسيبك عشان انت ابسط واحد دمه امين 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 هم هجوميين هم عندهم غيره غير عاديه انا ممكن اسميها غير عمياء يعني انا كراجل عصبي انا بسميهم هم ناس مندفعين بالفعل انت فاهمني ان انا راجل في هدوء عندك وبتغلي في الكلام اللي هو ممكن يزعل في سلوكينه جميله كده عشان اللي قدامك يقبلها في ناس ما ينفعش معاها الكلام بتاعك الطيب الجميل ده بتاع الشوكولاته والملبس في ناس عايزه تاخد الصدمه لا ما انا خدت الصدمه كده في اول الايمان انا ما حكيتهاش بس ده ممكن اقولها لك بيني وبينك على الملا مش تمام في شطمه بتيجي في الاول بتكشف الغيم عند العين بتفتح العين بتخلي العين يجي في مكانه 17 18 مره ايه ده في سواد ده المعلومات ديت انا في معلومات قبل كده عرفتها بتشككني الدنيا ده هو بيقول لي حاجات بتزود الدنيا فتحت له باب بمفتاح الصدمه يا ريت اللي يسمع يعيد الكلام هو تفتكر ان في عامر بيخش عشان مش كنيسه ايه؟
عايز اقول لكم عبد الله بلاش كده ما تخلوناش نتكلم اساسا احنا جرب كعابرين بالنسبه للكنيسه كفايه اخوه الرب. انا هقول لكم على حاجه بسيطه قوي يمكن انتوا سمعتوها. في ناس طلعت على الفيسبوك وعلى اليوتيوب قالوا ايه؟ قالوا بعد موت الانبا شنود ده ماتت اخوه الرب. ليه ماتوا؟ لان مفيش مساعدات بتوصلهم. لان الانبا تواضرس انا معلش انا بقول الحقيقه اللي على الفيسبوك انا ما بجيبش حاجه. الانبا تواضرس غير النظام وفي ناس اتشالت وناس اتحرمت وفي مسيحيين من اخوه الرب بيصرخوا هيبصونا احنا عابرين اللي بيننا بالملايين يا استاذ اساف. معاك يا استاذ اساف الملايين دي تقول على العابرين ما تقولهاش على اللي بيتأسلموا. اللي بيتأسلموا دول بيختاروا مين؟ الناس اللي ما عندهمش رعايه اسريه، الناس اللي رامين ان البنت بتروح كل حد الكنيسه. طب في البيت يا راجل انا الانجيل ما بيفرقنيش، انا منزله على التليفون اخش البيت بحطه على الشاحن ومشغله اسمعه اقوم وانام عليه لان بقوم نص ثلاث اربع مرات معايا في العربيه وانا سايق معايا الانجيل بسمعه بلا استثناء من التكوين للرؤيه. اقول لك على حاجه جميله قوي. كنت ماشي مروح وفي بنتين مسيحيتين شاوروني عند الدير فطلعت النور اطلعوا يا بنات الملك فبينهبوا فبقول لهم ماء الملك يمشون ولا يعيون. قالوا لي بتقول ايه؟ ولا دي في الكتاب المقدس. عرفت فين دي؟ بنات مش صغيرين يا فندم. بنات معديين 20. قلت لها طيب يعني مش فاكره الايه دي خالص حضرتك. قلت لها ما عندناش الكلام ده. قلت لها شكرا انا اسف يا بنت ما تعودتش في الكلام. حضرتك انا العادل الانجيل الاربع اناجيل في اناجيل في ايات ما فيهاش مش موجوده دي طبعا انا عارف ليه. اعمال الرسل الرسائل ما فيش حد بيتكلم مكملين اذا كان مسيحي لو غير مسيحي الا لو تيجي في دماغي ايه تروح نطه كده تقول لي الايه دي على الفلان ده هتمثل الفلان ده. ربنا مديني ذهني كده ربنا مديني عقلي كده. احنا العابرين احنا رقم واحد ممتازه مش رقم واحد مقرر وكل واحد حر. انا دماغي جابتني كده يا استاذ اسد معاك. ارجوك استمر في اللي انت فيه. امين. من كل مشهد هات من كل واحد خد مني ومن غيري ولو غيري عايز يطلع معاك انا هجيبه لك تاخد رايه هو ده وده ده. هتلاقي كل المجتمع ان احنا مضطهدين من المسيحيين زي المسلمين لما كنا مسلمين مضطهدين مسيحيين واسوء ده اللي عندي. يعني الرساله اللي احنا بنوجهها للمسيحيين الاسلاميين يا جماعه رفقا بالعابرين يعني حاولوا بقدر الامكان لا تكثروا عليهم يعني ما تزودوش الاحمال عليهم. الناس دي عليهم احمال كبيره جدا. فرفقا بالعابرين رفقا بالجدد. الجدد كثيرون جدا يعني هم مش هيلحقوا من هنا ومن هنا. فرجاء رفقا بالعابرين. في رسالة حابب توجهها تاني عم أسلسوس يعني انت وجهت رسالة للمسيحيين في رسالة للمسلمين حابب توجهها؟ اخواتنا المسلمين عايز اقول لهم من له اذن فليسمع ومن له بصر فليبصر. المسيح هو الطريق والحق والحياة. المسيح والله متجسد على الارض. انت قررت ان الشجرة تتجسد عليها ربنا ويكلم موسى. عملت حاجات كتير قوي عادي وانت اللي قلته. انما المسيح عيسى ابن مريم كلمه الله وروحه تجسد اهو ثلاث حاجات اهو. احنا ما بنعبدوش الناس عليها قانون الامام بتاعنا في الحقيقه نؤمن ان انا نؤمن اله واحد وله كل فقانون الامام بتاعنا زي ما انا اتحدى اي مسلم يا استاذ الفاضل لو قلت له اركان الاسلام ايه؟ هيقول لك الصلاه والصوم مش عارف ايه. قول له طب اركان الامام اتحداك لو واحد قال لك اركان الايمان ايه؟ يقول لك الا رسول الله. يا ابني ماشي انت تعرف قريت سيره ابن هشام؟ قريت طبعا. طب قول لي فهمني. طب قول لي طب رجعني الاسلام. انت قول لي يا رسولك انك على الخلق العظيم قريت سيره ابن هشام الاول قبل ما تقول لي الكلام دوت؟ ما فيش حاجه كلها لا المسلمين ولن يستطيع احد ان ياتي الي الا ان يكتذبه الاب والاب يكذب من يتقيه. ايه يتقي الله يعني يعمل ايه؟
يعني يبعد عن اللي قال عليه في الناموس، لا تزني، لا تسرق، لا تقتل، احب اخاك. امين يا عم اسناس. عم اسناس، في رسائل الاحبه على الشات بيقولوها لك. يعني في رسائل بعض الاحبه بيقولوها لك، يعني بيقولوا لك يعني ويل لمن تأتي منهم عصرات. احنا عارفين انك ممكن تكون تعصرت. يعني في رسائل. طيب دلوقتي الصوت افضل؟ الصوت افضل؟ تمام. يا استاذ انت رحت فين؟ انا في الشارع والشبكه عندي 100 100 اهو ومش سامعك خالص. طيب دلوقتي سامعني؟ وجسمي كله جاب ميه. دلوقتي سامعني؟ يا يسوع. دلوقتي سامعني؟ احب قوي كده. طيب في بعض الاحبه بيشجعوك هنا وبيقولوا لك رسائل، بيقول لك ايه؟ يعني في بعض الناس قالوا لك احنا عارفين انك ان في بعض الناس اسميين ممكن ان هم يعثروك، لكن المهم بيشجعوك انك تنظر الى المسيح، ما تنظرش الى اي حد فيهم. حقك عليا، حقك عليا. بعض الناس بيكلموك وبيقولوا لك يعني احنا عارفين انك متعثر او تعثرت، لكن بيشجعوك بيقولوا لك خلي عينك على المسيح، انت بطل، انت قوي، وخلي دايما عينك على المسيح، لان النظره على الناس بتسقط ما بتقومش. ده ماسك ايدي. امين. هللويا. انت بتقولوا ايه؟ يا حبايبي يا حبايبي، ربي يبارككم يا رب، لا اله الا كل المجد والكرامه الى الابد. امين. امين. عم اثناسيوس، حابب تقول حاجه للاحباء او حابب توجه اي رساله في الاخر قبل في نهايه البث؟ للكهنه. الكهنة اتفضل. انا بحبكم قوي قوي قوي، لان انا بشوف فيكم ان انتم بتمثلوا رب المجد على الارض. فما ينفعش ابدا ان انتم تفرقوا بين واحد مؤمن ومؤمن. انتم مش مقصرين ولا حاجه في توصيل العقيده. اذا كان في تاثير وفي ناس بتروح للجامعات عشان الدولارات اللي انا عارفها متاكد منها وكلت وشربت منها زمان، انتم ما لكمش دعوه بيها. الاسره انتبهوا بقى اللي جم لرب المجد او مسكعتين يعرفوا الكتاب صح، وعايزين وعايزين وعايزين، مش عايزين فلوس. خلي فلوسكم ليكم يا اخوه الرب، مش عيني مولدين في النعمه. احنا عايزين نبارك في الكسرة العاديه بس، ما مش عايزين منكم ولا من ليه بتاعك في ابواب الكنيسه لينا. واستاذ مجدي تطرس واستاذ محمد تتبع قالها مليون مره، افتحوا لنا ابواب الكنيسه دي لاخوك. وليه؟ نبدا بيه عباده. احنا مش داخلين مكاننا غير عادي، داخلين محضر الرب مع شعب الرب. ليه بتبعدونا؟ ليه بتخلونا مذلولين؟ ما ينفعش تعاملنا المعاملة السيئة دي. بس حلي لها أنا كل المجد والكرامة، ده اللي عامل. أمين يا عم أثناسيوس، ربنا يبارك حياتك. وأنا مبسوط جدا إن أنت كنت النهاردة معايا في البث، أول مرة نطلع مع بعض، لكن أنا فرحان جدا كمان إن أنت زي ما جيت لنا قبل كده لازم تيجي تاني علشان نعمل جريمة كبيرة وناكل سمك مع بعضينا. أمين أمين. انا بس عايزك تبعت لي البث دوت على المسنجر زي ما تقول لك بنت لوسيا زي ما تعمل انت. ماشي. امين. حاضر. ربنا يبارك حياتك يا عم. اتفضل. استنى استنى استنى. تسوني ساره عشان تعبانه شويه، قالت لي يا ريت تقول لبوسي تبعت لي البث بتاعك. حاضر. تبعته على الواتساب بتاع ساره بتاع تسوني ساره. حاضر. شكرا يا فندم. ربنا يبارك حياتك يا عم اثناسيوس، وشكرا ليك على اللقاء الممتع ده، وشكرا ليك على عرض القضايا اللي بنطلبها من تكون يعني حاجات مهمه جدا بتحصل مع العابرين بناكد عليها. وانا عارف ان في حاجات كتير جدا عندك، حاجات اكتر من كده بكتير، لكن طبعا للوقت احنا بقى لنا تقريبا اهو يعني دلوقتي داخلين في ساعه ونص مع بعض، وكان في محاربات كبيره جدا قبل البث. فانا بشكرك يا عم اثناسيوس وبشكرك على وقتك. ممكن يبقى على وعد تاني نعمل حلقتين واصل كتير. اكيد هنعمل حلقات تاني في اسم يسوع. اكيد. بس ما تنساش تبعت لي بس ده والتصوير الصوره اللي انا وصلت ان هي تعبانه وعندها مشكله. حاضر. من عينيا الاثنين. ربنا يبارك حياتك واقول لك سلام المسيح معاك يا عم اثناسيوس. سلام المسيح معاك يا بابا. سلام المسيح. سلام المسيح. زي ما سمعنا عم اثناسيوس وزي ما سمعنا الكلام اللي بيتقال، يعني رفقا بالعابرين لا تثقلوا عليهم. في عابرين صغار النفوس. حاجه تانية حابب برضو اني اوجهها او اني اقولها،
نعم أثناسيوس بيقول أساس الأسلمة كان من يعني مش بسبب الكنيسة أو بسبب التفسيرات، لأن كل اللي راحوا ما حدش راح عشان خاطر التفسيرات أو الكلام ده كله، لا حتى هم النهاردة بيضربوا في الحتة اللي هي الأساسية عندنا، عدم الطلاق. طب اللي عايزة تتطلق في سرية تامة، اللي عايزة تشهر إسلامها في سرية تامة، اللي عايزة معرفش تعمل في سرية تامة، ما هو اللي بيشتغل في الضلمة إبليس، اللي بيشتغل في الضلمة وبالطريقة دي إبليس. لكن اللي أنا عايز أقوله إن عم أثناسيوس النهاردة وجه لنا رسالة للبيوت المسيحية، رجاء 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 وفروا الحب، وفروا القيمة لأولادكم، لأن الحاجتين دول والتعليم، الحب والقيمة والتعليم. هنحاول بقدر الإمكان إن احنا نكون بنعمل حلقات في الفترة الجاية عن التوعية المسيحية، توعية للبيوت المسيحية، إن احنا إزاي نتعامل مع أولادنا، إزاي نتعامل مع الحالات اللي بيكون يعني عندها فقدان للحب، فقدان للقيمة، إزاي نتعامل معاهم في بيوتنا، إزاي أقدم الحب لأولادي، إزاي أحتوي أولادي عشان ما نديش فرصة لأولادنا يعملوا زي ما عدو الخير بيطلب منهم ويقول لهم روحوا سلموا وما تقولوش لأهليكم، روحوا سلموا وروحوا تناولوا، روحوا سلموا، ده عدو الخير، ده الكذاب وأبو كل كذاب، ده إبليس. فهنقدم الحاجات دي قريب إن شاء الله، وصلوا من أجلنا كتير، صلوا من أجل العابرين، صلوا من أجل الكنيسة، صلوا من أجل الكهنة، صلوا لأجل الذين هم في منصب، صلوا من أجل إخواتكم المسلمين، صلوا من أجل الناس المعتدلين، صلوا من أجل الناس حتى اللي أسلموا. وخلونا في النهاية خالص إن إحنا نحطهم في صلواتنا، إحنا محاربتنا مش مع لحم ودم، محاربتنا مش مع مريم، محاربتنا مش مع باسل، محاربتنا مش مع معاذ، مش مع محمود، مش مع فلان، مش مع علان، إحنا محاربتنا مع أجناد الشر الروحية في السماويات. الناس دي في نظرنا أو وجهة النظر الكتابية إن مضحوك عليهم من إبليس، إبليس بيستخدمهم. فأنا كرهي ومصارعتي مع إبليس مش على الشخص ده، فالشخص ده أنا بكني ليه كل الحب، بكني ليه كل الاحترام. خلونا ننهي الحلقة بكلمة ختامية مع بوسي ولا شيماء؟ يعني مع كلهم واحد. اتفضل. اولا انا بشكر كل الناس اللي على البث، شكرا لحضورهم وتفاعلهم معانا، ربي يبارككم كلهم وصلوا لنا كتير. بشكر طبعا عم أثناسيوس، انا بقول له يا بابا لان هو بجد يعني حد مقالتي، واحنا فرحانه بيه ومبسوطه بيه جدا ان هو زي بابا فعلا. يعني شكرا ليه للرسائل اللي قدمها ولشهادته ان هو طلع قدام الناس ان هو عابر وفرحان بان هو عارف المسيح. تالت حاجه احب اقولها ان فعلا في زي ما في ناس بتعسكر، انت عارف انا دايما بحب ابص للجانب الايجابي، حقيقي كنيستنا فيها ابطال، فيها ابطال. ما بنكرش فعلا الحاجات اللي اتعرضت ليها عم أثناسيوس يمكن تكون بتعسكر ناس كتير، وبشكر ربنا ان هو عينه على المسيح وماسك في المسيح مش واثق في تصرفات الناس. لكن حابه من هنا ومن مكاني ان انا اشكر بجد، اشكر كانت كتير ناس يعني بتقف معانا روحيا وبتصلي من اجلنا، وبشكر الكهنه اللي وفروا حته المعموديه للناس القدس. احنا في وقت من الاوقات لما احنا فينا عرفنا المسيح كان موضوع المعموديه ده صعب جدا، بشكرهم على ان هم الوضع كان من 15 20 سنه كان مختلف خالص. لا نشكر ربنا وبشكرهم من مكاني. يعني بشكر اخواتنا المسيحيين اللي في منهم ابطال، انا بقول دي حقيقه مش مجامله، في كتير بيخافوا وبرده احنا مما كنا مش بندين حد بنحط لهم العذر، بنحط لهم العذر. بالنسبه للكنائس احنا بنطلب ان يكون في تسهيل لدخول الكنائس، برضو حط لهم العذر لان بسبب التفجيرات وبسبب احداث ارهابيه كتير حصلت بقى في تدقيق شويه في مين داخل الكنيسه، لكن ممكن الموضوع يكون ابسط من كده. يعني اسمح للكل يدخل الكنيسه، لو اللي قدامك ده معاه طاقه مسلمه دي دور عباده ادخل دخله فتشه ودخله، يعني يكون في تسهيلات شويه اكتر من كده علشان فعلا الناس
انا بس حابب اقول حاجه، يعني انا سنه 2011 يا جماعه انا اتقبض عليا جوه كنيسه، فطلبت من الامن الخارجي ان هو يسلمني الامن الكنيسه، فامن الكنيسه اخذ بطاقتي سلمها للامن الخارجي، طبعا بطاقتي باسم محمد المسلم فسلمها لامن الكنيسه، فامن الكنيسه يعني كان هيودي البطاقه لمكتب امن الدوله ان اكون من ضمن المشتبه فيهم في كل تفجير او في كل حادث برغم ان انا عابر. فلولا تدخل، يعني الكلام ده انا بقوله دلوقتي والكلام ده انا قلته قبل كده كتير، لولا تدخل مجدي جرجس برغم ان هو ما كانش في مصر، او مجدي تدرس اللي هو بيكون على قناة الفكر الحر، لولا تدخل الاستاذ مجدي تدرس وهو اللي كلم يعني كاهن الكنيسة، وكاهن الكنيسة هو اللي تولى ان هو ياخد صورة بطاقتي من الامن اللي بره وخد صورة البطاقة وقطعها. فالراجل ده انا بقول ان ليه جميل عليا من سنة 2011. على فكرة احنا ممكن نختلف، ممكن ان احنا نحتد على بعض، لكن احنا مش ممكن ابدا نزايد على بطولات بعض وعلى ايمان بعض. استاذ مجدي تدرس شخصية من ضمن الابطال، شخصية ليه تاريخ كبير جدا خصوصا عندنا في اسكندرية. هنا اسكندرية طلعت في يوم من الايام اثناسيوس، طلعت مجدي تدرس، طلعت اسف نور، كنا بنتجمع يعني كان في تجمع عنده، كان بيشتغل في النور، كان عنده محل وبيعمل اجتماع للعابرين في محله قدام الناس. فهو الراجل ده ما نقدرش نزايد ابدا عليه او نقول ان هو الراجل دوت يعني ملوش بطولات، فممكن يكون حصل، لان في ناس كتير قوي افتكرت الخلاف ما بيننا اختلاف او خلاف كبير، احنا ما فيش خلاف بيننا وبين بعض الا بس في بعض وجهات النظر، لكن احنا ما نقدرش ابدا ان احنا نزايد على بعض. اتفضلي كلمه ختاميه كده ليكي عشان الوقت. زي ما انا قلت انا بشكر ابطال الكنيسه، الابطال اللي هم مش بيظهر، يعني في قدام وفي ناس عاديه قدموا المحبه ودخلونا بيوتهم وصدقونا وكلمونا. لا في ابطال كتير، ممكن تكون مش حلوه، ممكن يكون ليها ظروفها، ممكن ما قدروش يعبروا عن حبهم ليك، لكن صدقني في ابطال كتير بشكرهم من ورا الكاميرا من غير ما اقول اساميهم، لان قابلنا المحبه وقابلنا الاحتضان وقابلنا المعامله الكويسه في ناس حلوه، وفي ناس ثانيه ماشيه جنب الحيط تقول لك لا عابر مالناش دعوه بيه، ليهم برضو كل التقدير والاحترام، بس بنقول لهم بالراحه لو خدت فشينا مين اللي يعني ازاي الناس هتيجي للمسيح؟ ده الكتاب بيأمرنا ان احنا نبشر ونعلم ونتلمذ، فبشكر اللي قدموا لنا العلم والتلمذه والمسانده الروحيه، وبشكر اخواتنا اللي خايفين بقول لهم اتشجعوا وما تخافوش، الهنا حي والهنا صالح. اخيرا انا بشكر اخونا محمد مجيد عشان وجوده في البث، بجد بوجه له الشكر، واحنا بنعتز جدا باخونا محمد مجيد وبنحبه، ودكتور نزار وشادي كل الناس اللي موجودين على البث. احنا بنشكر الكل، بس انا بتكلم على استاذ محمد لان هو اخ مسلم متقبل فكره الاختلاف وجهات النظر، الاختلاف في العقيده، فاحنا بنكن له كل الاحترام ومعتزين بصداقتك جدا، وبنباركك، ربنا يباركك ويبارك اسرتك، وبنبارك كل اخواتنا المسلمين اللي قابلنا واللي مش قابلنا برضو بنباركهم، وبنقول لهم يعني هيجي وقت تعرفوا ان احنا ما كناش وحشين، يعني ربنا يبارك الكل، وبشكر كل اللي على البث، كل واحد باسمه، يا رب بطلب بركه لكل واحد باسمه، لحياة كل واحد، لبيت كل واحد، لأسرة كل واحد. شكرا لك. والآن نحن نذهب، ولكن نترك لكم سلام المسيح، ولا سلام قال إلهي للأشرار. سلام المسيح يكون مع الجميع.